كأنك تثق في نفسك وتكون في علمك. هنرد نظرة وصعب تعيد اللقطة، هناخد مع بعض الاسم ولو لمرة. نجوم في السماء لما تعرفهم، بس المرة دي بشكل جديد هتشوفهم. اللي خايف واللي قافش واللي شايف انه هارش، فبلاش اللي جازف والباقي بقى انت عارف. نجوم في السماء، نجوم في السماء، مفيش للخوف مكان واستماع. نجوم في السماء، نجوم في السماء، هتشوف اللي ما شفتوش عندنا. نجوم في السماء. اهلا بيكي، مستعده لمغامرتنا النهارده؟ مستعد. يلا بينا. مواصفات المغامر في الحياه عموما متوفره فيكي وبشكل كبير، وبما انك شخصيه مغامره في حياتك، ورينا بقى روح المغامر هترد على اسئلتنا دي ولا لا. قلتي قبل كده ان دماغك ناشفه وعندك رد فعل سريع، تفتكري ده بينفع وقت المغامرات؟ اه طبعا بينفع طبعا، لانه هي المغامره عايزه رد فعل سريع، وعايزه دماغ ناشفه. اه عايزه دماغ ناشفه طبعا، وانا دماغي ناشفه. لو كنت سوبر هيرو بيطير كان هيبقى اسمك ايه؟ سوبر هيرو بيطير. مبدئيا انا بحب الطيران جدا، يعني انا بحب الطياره اكتر مثلا مركب، يعني بحب الجو والسماء اكتر من البحر. انا بخاف من البحر لكن ما بخافش من السماء، فاحب ان انا اطير جدا. فبقى ايه؟ فلاينج انجل رانيا مثلا، حاجه كده. بالنسبه لك المغامره من غير ايه ما تبقاش مغامره؟ من غير متعة، من غير ما أكون اتعلمت منها حاجة، من غير جنان. وأنا مجنونة جدا، يمكن ما بنش كده، أنا بن هادية خارجيا، داخليا لا، لسعة خالص. بحب المغامرات يعني، بحب الجنان، وبحب أن أنا أتعلم طول الوقت. طيب رانيا، إيه مكان في مصر نفسك تروحي تعملي فيه مغامرة؟ شرم الشيخ، بحب شرم الشيخ قوي. بحب أسوان قوي جدا، أنا شايفة أنها جنة ربنا في الأرض يعني. أسوان أحب أعيش فيها كمان، يعني حلم حياتي أن أنا أعيش في أسوان. طب سهل بالنسبة لك تسيبي القاهرة وتروحي تعيشي في أسوان عادي؟ ما أنا مغامرة. آه صح. إيه مشكلة؟ سهل على فكرة، سهل، لأن أنا حابة البلد، حابة الناس، حابة الجو. أنا بحب الجو الدافي، يعني الجو البرد ده مش بتاعي خالص. فبحب الحر والصيف والجو الدافي أكتر، فأسوان جوها حلو أكتر. إحنا دلوقتي خلصنا أسئلتنا، آخر حاجة هنعملها علشان نتأكد إنك تستحقي تأشيرة المغامر، هنعمل VR تيست. أوكي. وبعد VR تيست هنقول لك بقى تستاهلي المغامرة ولا لأ. يلا بينا. يلا بينا. شايفة جبال خضرة، وغالبا في بحيرة تحتية أو جبل، مش عارفة، هيقلي جبل أخضر. يا عم ورني يا مامي. أوه أنا نازلة سريع. أنا إيه؟ أوه لأ أنا إيه، نازلة بسرعة الصاروخ. هي دماغي فين؟ فين الدوائر دي؟ يلا أوبا أوبا، ده في إيه؟ بومة دي اللي طايرة قدامي دي ولا إيه؟ يمين. أوه يلا. يا مامي استني، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. لا خلاص كده انا دخلت في خرمت الجبل. يا نهار اسود، انا بخبط. خلاص. رانيا، بعد الـ VR تيست اثبتت لنا ان انت مغامره مش سهله خالص وتستاهلي التجربه. طبعا رشقت 15 مره في الجبل. اوكي. لا ده مش معناه اي حاجه، معناه ان انت شاطره برضه. تمام جدا. اوكي. احنا دلوقتي جاهزين نروح الطياره. اخر حاجه عايزين بس نعملها قبل ما نطلع على الطياره، عايزينك تسجلي فويس نوت لاي حد، بناتك، لنفسك. الفويس نوت دي احنا مش هنسمعها، انا هخرج بره عشان ما اسمعهاش، وهنسمعها ان شاء الله لما تنزلي من الطياره بالسلامه. ان شاء الله. جاهزه؟ جاهزه. يلا. احنا دلوقتي في المطار، قولي لي بقى، لسه متحمسه؟ عارفه ان احنا في المطار خلاص، مفيش رجوع. لسه متحمسه؟ طيب؟ جدا متحمسه جدا، وخايفه جدا ومرعوبه جدا، وعايزه ارجع في كلامي. مفيش رجوع. انت قلتي مفيش رجوع خلاص. تو ليت.
طيب كان نفسك مين يبقى معاكي دلوقتي؟ كان نفسي بناتي يبقى معايا جدا لانهم اكتر ناس بيشجعوني على الجنان، وكان نفسي واحده صاحبتي عملتها مره بس كنت عايزاها تعملها معايا انا عشان اجننها رسمي بقى. طب لو قلنا لك بقى تكلمي حد فيهم دلوقتي تكلمي مين؟ هكلم صاحبتي اللي كان نفسي تبقى معايا. طب يلا كلميها بقى وعيشيها معانا كده الموضوع. طب يلا بس خليها مفاجاه. يلا بينا. الو هاي. صباح الفل. صباح القشطه. تمام، ايه الاخبار؟ جيت لسه صاحيه. حلو. انت عارفه انت صاحبتك طبعا مجنونه ولسعه، انت عارفه انا هعمل ايه دلوقتي؟ هتعملي ايه يا مجنونه؟ ما انا عارفاكي وعارفه ما جايبك. قولي. هنط للمره الرابعه من الطياره. بتهزر؟ لا مش بهزر، بتكلم جد. ركلكيت رابع مره. بتحرمي؟ لا مش بحرم، انا بحب اتشقى. اديني شويه من الباور دي. انا لا اهو هحاول هكسر حاجز الخوف اللي جوايا، كل ما احس بالخوف كل فتره كده اروح رايحه نطه من الطياره. عايزه اقول لك الفيو من شرم تحفه تحفه، يعني المكان تحفه بجد، بس انا بترعش وعايزه ارجع في كلامي، بس مش هرجع في كلامي. وش ميلك؟ وش ميلك؟ طبعا اي ويش يو اول ذا بيست يا حبيبتي. تيك كير. وانجوي. ثانك يو. باي. اي لاف يو. باي باي باي. نجوم السماء، نجوم السماء. تمام. أنا عيلة. It's exciting, huh? لا أنا عايز أرجع في كلام. إمتى بتقفلي موبايلك عشان محدش يكلمك؟ لما أكون في التصوير بس بقفله، يعني بقفل الجرس بس عشان بناتي ممكن يكلموني في أي وقت، ولما بكون مسافرة بحطه على ايروبلين مود. طيب رانيا قولي لي، انت خايفه دلوقتي ولا مبسوطه؟ مرعوبه ورجلي بتخبط في بعض ومش عارفه ارجع في كلامي ازاي. بيقول لك النوت ب 15000 قدم، احنا بنهزر صح؟ بلدي جنة ربنا في الأرض. Let's go!
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عايز اسألك دلوقتي سؤال بسرعة تجاوب عليه. ايه؟ آخر فيلم دخلتيه في السينما كان ايه؟ آخر فيلم؟ بسرعة. فيلم بتاعي صندوق الدنيا. برافو عليكي. اتبسطتي قوي؟ فظيعة. هي نطت الطيارة بس اللي فيها انتحار. بس اتجنن يعني. ثانك يو. كنت خايفة؟ مرعوبة. نطت الطيارة بس بعد كده إحساس رائع رائع يا جماعة بجد. لازم تنطوا أنتوا كمان المرة الجاية. بلدي جميلة حقيقي، بلدي جميلة من فوق، الفيو تحفة يا جماعة، فظيع يعني، حاجة amazing really really. Thank you so much. نجوم السماء، نجوم السماء. السلامة. الله يسلمك. قولي لي بقى احساسك ايه بعد المغامره؟ احساسي استمتعت بيها جدا، بلدي جميله، والحقيقه تجربه لطيفه. انا بالنسبه لي مجنونه وبحب الجيران ده. قبل ما نكمل كلامنا تيجي نسمع الفويس نوت. يلا يا ترى قلت ايه قبل ما نوت؟ يلا بينا. يلا بينا. مبسوطه جدا، خايفه جدا، الجو هوا جدا جدا جدا، ربنا يستر وارجع لكم بالسلامه ان شاء الله. كان نفسي تبقوا معايا بناتي طبعا ياسمين ونانسي، خصوصا نانسي بتحب السكاي دايفنج. رابع مره بعملها بس حباها قوي. مبسوطه قوي ان انا هشوف مصر من فوق وهكتشف حاجات ما شفتهاش هنا قبل كده. ويا رب ارجع لكم بالسلامه ان شاء الله. رجعنا. رجعنا الحمد لله. رجعنا الحمد لله. لو هتقضي شهر هنا هيكون معاكي كتاب واحد واكله واحده وشخص واحد، هيكونوا ايه؟ لا كتاب واحد ده هيخلص في ساعه مبدئيا، لان انا دوده قرايه. هاكل فول او كشري، بحب الكشري جدا وبحب الفول جدا. وايه تاني؟ شخص واحد هيكون معاكي مين؟ لا ما ينفعش يبقوا شخص واحد، هما شخصين ياسمين ونانسي، ما ينفعش يبقوا واحد. طيب رانيا كنا فرحانين جدا بوجودك معانا النهارده. اخر حاجه يلا بينا نتصور سيلفي في المكان الحلو ده. يلا يلا نتصور سيلفي.